قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة لحين إشعار آخر. وقال مجلس الوزراء إن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن الجهات المعنية ستتولى تنفيذ هذا القرار.